بنحدد فيها الفرق بين الغرامة والكفالة لتوضيح الفرق بينهم وحقوق المتهم في كل منهما. أولا عن الكفالة، الكفالة هي ضمان مالي، ضمان مالي يسدده المتهم إما أثناء التحقيق في النيابة العامة في وقعة أو في جريمة معينة، وتقرر النيابة إخلاء سبيله بضمان مالي. الضمان ده المالي ده هو الكفالة اللي بنقول عليها. وإما أن يكون أمام المحكمة، يحاكم أمام المحكمة وحكمت المحكمة بالحبس وضمان مالي الكفالة، بين قوسين كده الكفالة، وكفالة بمبلغ محدد مع الحبس، والكفالة المقضي بها في عقوبة الحبس هي كفالة لإيقاف التنفيذ مؤقتا لحين صيرورة الحكم الصادر نهائي إما بالبراءة أو الإدانة. دي الكفالة. وإحنا عندنا أصلا في برضو في الأحكام المدنية في كفالة في الأحكام المدنية، ولكن حديث كفالة عن أحكام مدنية في إطار آخر هنحدد له كبسولة تانية إن شاء الله مستقبلا. تاني حاجة الغرامة. الغرامة زي ما قلنا احنا بنفرق بين الكفالة وبالغرامة. الغرامة هي عقوبة، عقوبة على واقعة معينة، عقوبة صادرة بحكم محكمة على واقعة معينة، يا اما عقوبة اصلية يعني الحكم بالغرامة كعقوبة اصلية في الواقعة، يا اما العقوبة تبعية يعني صدر الحكم بالحبس مثلا شهر وغرامة 1000 جنيه وكفالة 100 جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس. يبقى هنا الغرامة إما أن تكون عقوبة أصلية وإما أن تكون عقوبة تبعية. ده الكفالة والغرامة. والغرامة ممكن تصدر بأمر جنائي من النيابة العامة في الوقائع التي قرر القانون الصلاحيات فيها للنيابة العامة في ذلك، وقد تصدر من المحكمة كما ذكرت إما عقوبة أصلية مثل ما يصدر في مخالفات البناء وغيرها، وإما عقوبة تبعية مع العقوبة الأصلية حسب ما ينص قانون العقوبات في بعض قضايا المرور وقضايا مخالفات البناء. ونوضح بذلك أنه إذا كنت سددت الكفالة وقضي نهائيا ضدك بالغرامة بيحق لك إجراء عملية مقاصة ما بين الغرامة وبين الكفالة اللي انت سددتها. انت سددت كفالة في النيابة العامة 1000 جنيه مثلا، وبعدين النيابة العامة حولتك للمحاكمة أمام محكمة الجنح، محكمة الجنح قضت ضدك ب 500 جنيه غرامة، اصبحت انت مسدد بالزياده في الكفاله 500 جنيه، بتعمل مقاصه ما بين الغرامه وما بين الكفاله وتصرف الجزء المتبقي، او اذا كانت الغرامه تزيد عن الكفاله برضه بتعمل مقاصه وتدفع الباقي عشان تسدد المطلوب منك. لان الكفاله في اي حال من الاحوال سواء صدر الحكم بالبراءه او صدر الحكم بالادانه الكفاله تسترد، ولكن الغرامة لا تسترد. الغرامة عقوبة، إنما الكفالة شرط مشروطة لحين انتهاء الدعوة إما بالبراءة أو بالإدانة. بتستلم الكفالة بتقدم طلب باسترداد الكفالة تاني زي ما قلنا في كبسولة تانية قبل كده. يبقى في الحالة دي الكفالة بتسترد إنما الغرامة لا تسترد. الغرامة بتصدر للمحكمة لأنها عقوبة. والمهم في القصة دي اللي أنا عايز أشير فيها، وبمناسبة إن إحنا على طول يعني بنتكلم فيها المباني وقانون التصالح والإجراءات فيها، ومعظم قضايا البناء بتبقى الحكم الصادر فيها بغرامة مثلي قيمة الأعمال، وبيسدد المتهم الغرامة في المحكمة، وبعدين يجي بعد ما قدم ملف التصالح بيلاقي نفسه مطلوب منه مبالغ كبيرة، والقانون سمح، قانون التصالح نفسه سمح بانك انت تخصم الغرامة اللي سددتها للمحكمة، بتخصمها من المطلوب منك من رسم الجدية في ملف التصالح، وتسوي ما بين الاثنين وتدفع الباقي عليك عشان تستفيد منها، وكمان عشان مبدأ قانوني ان لا يجوز معاقبتك على الجرم مرتين، لان التصالح انت بتدفع مقابل المخالفة،
والغرامة مقابل المخالفة، يبقى بتساوي بين الاثنين وأيهما أكتر يتم التسوية فيه. ولذلك أنا دايما بأكد وأقول، وقلت قبل كده أكتر من مرة في حلقات سابقة وكبسولات سابقة، راجعوها تفهموا الجزئية دي، إن لابد تحتفظ بإيصال سداد الكفالة وتجيب شهادة من الجدول وشهادة من جدول تنفيذ الأحكام بإنك أنت سددت الغرامة المقضي بها في الجنحة رقم كذا، وبتجيب شهادة من الجدول في الجنحة اللي انت سددت فيها الغرامة، وبموجب الشهادة دي اللي انت سددت فيها الغرامة هي اصلا الجنحة بتاع المباني اللي سددت فيها الغرامة، انت بتقدم محضر المخالفة اللي في الجنحة اصلا بتقدمه في ملف التصالح، يعني بتبقى هي وقعة واحدة. فلما بتجيب الشهادة بالتنفيذ انك سددت الغرامة، بتجري مقصة ما بين الغرامة اللي سددتها في المحكمة ورسم الجدية المطلوب منك في الوحدة المحلية، وتساوي الأمور عشان تدفع الفرق ما بين الاتنين.